ومن الغردقة بمحافظة البحر الأحمر نتحول إلى محافظة قنا، وتحت شعار في حب مصر نظم مركز شباب ولاد نجم بهجورة المطور بنجاح حمادي بقنا دورة في كرة القدم لاكتشاف المواهب من بين شباب المنطقة. هانش حاتم من هناك. تعتبر لعبة كرة القدم من أوسع الألعاب انتشارا، وتسعى مراكز الشباب بالقرى والنجوع لاكتشاف المواهب في هذه اللعبة في سن صغيرة وتنميتها، حيث نظم مركز شباب أولاد نجم بهجورة بمركز نجح حمادي دورة مصغرة لاكتشاف المواهب بين البراعم مواليد عامي 2007 و2008. النهارده طبعا دي كانت دورة مصغرة لاكتشاف المواهب بقيادة الكابتن جمال عبد العظيم مدرب بأولاد النجم ومركز شباب اولاد النجم ومدرب سابقا بالالومنيوم. طيب النهارده عشان نكتشف المواهب ونشوف المواهب دي، لابد ان المواهب دي يعني يتم اكتشافها، تروح نادي الالومنيوم وتروح انديه اخرى ان شاء الله. النهارده كانت دوره كانت رائعه، تم على كانت على اعلى مستوى، عباره عن 6 فرق، والنهارده كان اليوم الدور النهائي النهارده. وطبعا احنا بنشكر قناه طيبه لدائما مركز شباب اولاد النجم يعود الى الافضل والاحسن ان شاء الله بكل جميع الالعاب، تنس الطاوله، القدم، ان شاء الله مسابقه الجري، مسابقه الدراجات، جميع المسابقات الثقافيه والفنيه والرياضيه والاجتماعيه ان شاء الله. عاملين دوره للبراعم مكونه من 6 فرق كده، والنهارده كان النهائي بتاعها دوره ودي بدون يعني اي دعم ولا اي دوره ودي كده، دعمها الاستاذ احمد فؤاد، والنهارده كان اخر لقاء به وفاز الفريق فيه، ووزعنا هدايا وشغالين انشطه، جميع الانشطه شغاله في مركز شباب من تاريخ السلام لمركز شباب. خالد محمد عبد العليم، سني 11 سنه، بحب الكوره ونفسي كده اطلع حاجه كبيره. اسمي طه سلطان، طه سلمان، 11 سنه. احنا ما نلعب عشان القادم افضل، احنا ما نلعب عشان نبقى حاجه كبيره، عشان نفرح ومصر بلدنا. اسمي كريم محمد عبد المعز، من اولاد نايم. في مواهب كثير عندنا في بلادنا، بس ما حدش شايف. المفروض يبصوا لاولاد نايم ولي حماده. الدوره دي كانت كويسه ان شاء الله، كانت كويسه وفيها ناس لعيبه كثير. ده كان الدوري زي نجو، وكان فيه لاعيبه كثيرة والحمد لله. من محافظة قنا هانش حاتا لأخبار طيبة.